مثل ما سمعنا طبعا درسنا اليوم المقطع الثاني من كابرس الفنان جميل البشير، ومثل ما حكينا لازم نتمرن على السلالم دائما. انا بركز على السلالم عشان تحصل على تكنيك عالي وسهوله بالعزف ورشاقه. لازم نعزف السلالم بشكل كويس. اذا نبدا مباشره، اذا نبدا من الفاء من الدو هون. رح نعزف ببطء طبعا مشان نقدر نركز اكثر. هون الدو مع الري، اذا هو الفاديز مع الصول والسي بيكار مع الدو. هون في نقله غريبه شوي من الفا بالاصبع الثالث للفا بالاصبع الثاني، القرار الفا الجواب بالاصبع الرابع، بعدين السحب بصير هون، بصير تعليق الدو. طبعا عفوا الصول، طبعا هون الصول عندنا ثابت، اذا اكيد بدها تمرين كثير ببطء، هي اصعب من السرعه حقيقه. اذا بنعزفها بسرعه بتصور بعزفها اكثر احسن من هيك كثير، بس مع ذلك التركيز مع العلامه بيضيع شوي من الثقه. فبالتالي انا بدي اياكم تتمرنوا، وانتم رح تاخذوا فقط من عندي تقريبا 50% وتفاصيل او اسرار هذه المقطوعات الصعبه كيف نعزفها. فلما رح تعزفها انت لما تفهمها بالاول رح تعزفها بشكل كويس. أوصيكم فقط بالتمرين قد ما فيكم، وشكراً.